ايه شغال دلوقتي خلاص شغال الاول خالص ايه من الاول يلا ابدا انا حصلت على بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس كتير جدا سالت انا مين وانا ايه اللي سفرني ناسا وبعمل ايه بالظبط وايه اللي انا عملته هناك وايه الخطط المستقبليه اللي انا عاملها ان شاء الله. انا بشكر كل الناس اللي كانت بتدعي. في ناس كتير جدا دعت, يعني الموضوع كان كبير جدا وبالنسبه لي كان كبير جدا الموضوع ان كل واحد يدعي لي, ده حاجه كويسه يعني. الاول انا محمد رجب ابو العينين منسي من قريه نشيل, خريج انا معايا بكالوريوس علوم جيوفيزكس. جيوفيزيكس معناه ان انا بستخدم الفيزياء اللي احنا عارفينها اللي متعارف من الناس الالكترومغنيتيك والحاجات كتيره كده اللي هي المغناطيسيه والكهربائيه علشان احدد منها خصائص من طبيعه الارض, حاجات في الغلاف الجوي, ازاي استخدم الاقمار الصناعيه انها تساعدني في الحاجات دي كلها. المسابقه ابتدت ازاي, او انا دلوقتي انا شغال الاول بقالي 3 سنين في مجال الشرائط الهندسيه اللي هو تحديدا حاجه اسمها جيوتكنيكال انجينيرنج, متخصص بالثلاثه, حاجه اسمها جيولوجي الجيولوجيا وحاجه اسمها جيوفيزيكس او التعريف جيوتكنيكال انجينير خاص بالمنشآت وله علاقه شويه بشغل مدني هندسه مدني. اللي سفرني ناسا او اللي خلانا ان احنا نروح ناسا, يعني الاول الموضوع كان حاجه دي كانت كومبيتيشن تبع حاجه اسمها تبع ناسا, تبع وكاله ناسا. ناسا بتنزل الكومبيتيشن دي كل سنه اللي هي مسابقه بتنزلها كل سنه على مستوى العالم. فالمفروض ان بندخل تيم, المفروض تيمز بتشترك مع بعض وبعدين بتخش. طبعا التخصصات دي لما موجوده في المسابقه الناس بتنزلها عندها, يعني مثلا في حاجه اسمها ايس بيرد التانج اللي بيكون موجود في البحر دي مشكله من مشاكله, وحاجه اسمها وايلد فايرز اللي هي الحرايق اللي بتنزل في الغابات اللي كان شغلنا. وبعدين بنكون تيم مع بعض وبنخش المسابقه دي. التيم بيبقى بنكون مثلا موبايل ابلكيشن او تطبيق على التليفون مثلا او ويب ابلكيشن اللي هو تطبيق اللي هو موقع على النت, او مثلا حاجه لو في الروبوتكس ممكن نشتغل بحاجه روبوتات, ممكن نشتغل على حاجه متقدمه شويه.